شوارع خالية من الناس. جيوش تنتشر لمنع من يفكر في قضاء بعض الوقت في شارع او مقهى او حتى حديقة عامة. ليست حربا عالمية جديدة بين أقطاب العالم وقواه الكبرى، بل هي حرب يشنها كائن متناه في الصغر لا يرى بالعين المجردة. ذلك الكائن الذي أثار الرعب وحرك الجيوش بل وأجبر القوة الأولى في العالم على وضع وزير دفاعها ونائبه في الحجر الصحي. إنه فيروس كورونا، ذلك القاتل الصغير الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم وأصاب ما يقرب من ربع المليون شخص خلال أسابيع قليلة. العديد من العواصم والمدن بدت شبه مهجورة مع اتخاذ الحكومات إجراءات قاسية لاحتواء الفيروس. بينما تطالب منظمه الصحه العالميه كل الحكومات ببذل المزيد من الجهود لمواجهه الفيروس الذي يواصل انتشاره بسرعه في انحاء العالم فيروس كورونا يشكل ماساه انسانيه وازمه صحيه عالميه ويمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي بحسب تصريحات لقادة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى الذين اضطروا لعقد اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مخافة أن يقتحم الفيروس عليهم قاعة الاجتماع. قادة مجموعة دول السبع أكدوا على ضرورة تنسيق الجهود للحد من انتشار الفيروس مع الالتزام باستقرار الاقتصاد العالمي برغم التدابير الطارئه التي قد تتطلبها الازمه الحاليه من اغلاق للحدود ووقف للرحلات الجويه اللافت ان الفيروس على الرغم من تراجع انتشاره في الصين التي بدا منها حربه ضد البشر الا انه يسري كالنار في الهشيم في ارجاء العالم لا سيما في القاره الاوروبيه التي صنفت مؤخرا كمنطقه موبوءه الامر الذي يصعب معه التكهن بالمدى الزمني لهذا التفشي او حتى التداعيات الانسانيه والاقتصاديه على دول العالم